مساء سعيدا لكل متابعي الشوط الثالث عبر الشرقية، وأحييكم أحلى تحية. الموعد يتجدد على الهواء مباشرة، نأخذكم إلى جولة رياضية نتعرف من خلالها على أهم الأحداث والمتابعات الرياضية. جولتنا لهذا اليوم تبدأ من أهم العناوين. مدرب المنتخب الأولمبي راضي شنيشل يدعو 30 لاعبا لصفوف الفريق للدخول في معسكر البصرة. إدارة زاخو تهدد باللجوء إلى محكمة كاس الدولية حال عدم تطبيق العقوبة التي صدرت بحق نادي الشرطة. والشوط الثالث يدخل أسوار إعداد منتخب الطاولة لخوض التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024. هذه كانت أهم العناوين، بالتأكيد سنأخذكم إلى تفاصيل أكثر وأخبار أخرى بعد فاصل قصير، لا تذهبوا بعيدا. إذن من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم سادتي الأحبة، ونبدأ من دعوة الكابتن راضي شنيشل إلى 30 لاعبا للدخول في معسكر البصرة. ادعى الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي العراقي هذا اليوم 30 لاعبا للدخول في معسكر تدريبي يقام للفترة من الثاني ولغاية العاشر من كانون الثاني يناير المقبل في محافظة البصرة، يدخل ضمن منهاج إعداد المنتخب إلى نهائيات آسيا في قطر 2024. وذكر المدير الإداري للمنتخب الأولمبي جبار هاشم أن القائمة ضمت 30 لاعبا من فرق أندية دوري نجوم العراق والدوري الممتاز واللاعبين المحترفين. وأضاف هاشم أن القائمة ضمت كل من حسن عباس ومحمد حسن وجعفر شنيشل وحسين حسن وكرار سعد ومجتبى صالح وهلو فائق وحسن خالد زيد تحسين حسين عامر يوسف الإمام آدم رشيد أحمد مكنزي عبد الرحمن زيد كرار محمد منتظر محمد باقر عطوان آكو حزير وأمير حسن ومحمد هيثم ونهاد محمد وسيا بند عقيد ومنتظر عبد الأمير وزيدان عبد الجبار نور مصطفى سجاد على حسين عبد الله رضا فاضل كرار على وعمر عبد مشباس. طبعا نتمنى الموفقية والنجاح إلى المنتخب الأولمبي في معسكر التدريب الأول في البصرة، نخبة من اللاعبين المتميزين اللي أغلبهم مثلوا المنتخب في بطولة غرب آسيا اللي أحرز لقبها العراق واللي جرت طبعا في البصرة. بالتأكيد شنيشل مستاء من عدم تطابق مباريات التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى أولمبياد باريس بغير أيام الفيفا دي، لأن البطولة راح تقام شهر نيسان وهذه الأيام هي غير أيام الفيفا دي، وبالتالي سيعاني شنيشل من عدم استدعاء اللاعبين المحترفين والمغتربين، وهذه طامة كبرى. وأكيد راح نكون أولا بأول معكم سادتي الأحبة في وضعكم بآخر مستجدات إعداد المنتخب الأولمبي. إلى قضية زاخو التي ازدادت رقعتها، إذ هدد نادي زاخو هذا اليوم اللجوء إلى محكمة المنازعات الرياضية الدولية كاس في حال إطراء أي تغيير بالعقوبة الصادرة بحق نادي الشرطة اللي أصدرتها لجنة الانضباط. طبعا لجنة الانضباط باتحاد الكرة قررت اعتبار فريق الشرطة خاسرا أمام زاخو 3-0
بسبب إشراكها ثلاثة لاعبين تصنيف منتخباتهم فوق التسلسل 90 بتصنيف فيفا، في حين أن اللائحة نصت على إشراك لاعبين فقط. إدارة نادي زاخو أكدت أن قرارات لائحة مسابقة دوري نجوم العراق واضحة، وعلى أساسها قدمنا الشكوى ضد نادي الشرطة، وأضافت سنضطر للجوء إلى محكمة كاس في حال طرأ أي تغيير على قرار لجنة الانضباط الذي أقر بأحقية شكوانا. تشير الأنباء أن اتحاد الكرة بصدد إلغاء قرار عقوبة الشرطة، كون لائحة المسابقات سلمت إلى الأندية قبل 48 ساعة فقط من انطلاق دوري نجوم العراق. طبعا الرقعة بدأت تكبر شيئا فشيئا، وزاخو واضح في لجوئه إلى محكمة كاس من خلال هذا البيان، وأيضا إدارة زاخو أكدت أنها ستوكل محامين قطريين لغرض الدفاع عن حقوقهم حسب وصف إدارة زاخو، بعدما سمعنا أن هناك تسوية لموضوع إلغاء العقوبة التي صدرت بحق نادي الشرطة واعتباره خاسر أمام زاخو 3-0. للحديث عن هذا الموضوع وعن آخر التطورات ينضم معنا في اتصال هاتفي من زاخو الكابتن طه زاخولي المشرف العام لكرة نادي زاخو في هذا الاتصال الهاتفي وعلى الهواء مباشرة. كابتن طه مرحبا بك في الشوط الثالث عبر الشرقية. السلام عليكم استاذ محمد، تحياتي لك تحياتي الى المشاهدين جميعا وبرنامجك اللطيف. الله يحفظك. ما حقيقة تهديدكم اللجوء الى محكمة كاس كابتن طه، وليش الآن تهددون بعد ما أصدرت لجنة الانضباط أنه اعتباركم فائزين على الشرطة 3-0؟ شنو اللي صار من مستجدات؟ أستاذ محمد نجي خطوة خطوة. أول شيء أني أقول يمكن صار أكثر من 20 سنة أنه ما التقيت حقيقة بلجنة انضباط حيادية مثل هاي اللجنة، مع احترام لجميع اللجان كلهم جيدة، لكن مثل هاي اللجنة حيادية وما يعرف هذا فلان ولا فلان. نعم. القرار اجى حق مخالفة بلائحة المسابقات، وصلنا اللوائح قبل بيومين، لكن انا مو مشكلتي انه انا اقرا اللوائح لا. نعم. يعني هاي مو مشكلتي انه اقرا اللوائح او لا، او توصلني قبل المباراة بيومين او بعد المباراة، هاي الامور. احنا نعم. سمعنا طبعا، انا اقول برايي طبعا. نعم. هي امور مو راي شخصي، انا عندي اداره، عندي امين سر، عندي رئيس نادي، عندي اعضاء اداره، هم اللي يقررون، لكن انا كراي شخصي بعيدا عن اداره نادي زاخو اقول مستحيل قرار يلغي، لان يعني ماكو قرار يلغي، يعني على اي اساس؟ بعد ليش اكو استئناف؟ يعني ماكو. هذا كلام اعلام. شوف الاعلام ايضا تحياتي لهم، لازم ارجو منهم يعني يكونون دقيقين. مره واحد يجي اعلامي يشرح قانون هو شارحه على المقلوب، نعم، ما يعرف بالقانون وكذا، مره واحد يكتب فلان شيء ويثيرون تدري جمهور وكذا ويسمعون ويقرون. قلت اعلام يا اخي، انت من تجي تاكد من معلومتك، تاكد من امورك وبعدين انشر. انت موقع رسمي او قناه رسميه، شوف شنو الامور. نعم. لكن كالغاء قرار مو من حق اصلا الاتحاد يلغي قرار، ولا الاتحاد هكذا خلينا نقول بالقلم العريض غشيمين انه يلغي قرار لجنه انضباط، مستحيل هذا الشيء، هذا ما صايره. نعم. لكن اكو استئناف اكيد. شوف استاذ محمد. نعم. انا اليوم غلطان، انت اشتكيت علي. نعم. وانا اريد اكيد راح ادافع عن نفسي وين اروح اسوي استئناف تميز يقولون. نعم. اروح اثبت لهم انه انا ما غلطان، لكن لازم عندي اثبات انه انا ما غلطان، صح؟ انه عندي اثبات انه طيب. انا ما غلطان. شنو اثباتك؟ نعم كابتن طه، على الامور القانونيه. نعم. نعم. انت تقول مثلا اللائحه استلمناها قبل الدوري ب 48 ساعه. نعم. انا معك قبل الدوري 48 ساعه، زين انا غير اقرا اللائحه؟ نعم. اذا اكو نقطه ما توالمني شو اسوي؟ اجي اعترض عليها، اوقف الامور، اوقف اللاعبين، اعترض، ابعث رساله للاتحاد العراقي، لجنه مسابقات، لجنه لا ليغا، متعاقدين ويا لا ليغا يمكن 5 مليون يورو حسب ما سمعت، زين هاي اللائحه تضربها؟ طيب. أنا أسوي تظلم، أبعث كتاب للاتحاد العراقي أقول يا أخوان هاي النقطة غلط، أتفق ويا الأندية ألغي النقطة، لكن حاليا ما تقدر تلغي خلاص،
طيب يعني ليش تتوقع إدارة تصير الشرطة الأمر أستاذ طه، بس دعني أسألك، ليش إدارة الشرطة الآن راحت استأنفت إذا من وجهة نظر حضرتك أنه القرار حاسم لكم وخلاص لا يمكن تغييره؟ اكيد هو، شوف ليش؟ اكيد هو راح يعتبر نفسه مظلوم، هو اي واحد نعم يعتبر نفسه مظلوم، انا اعتبر نفسي مظلوم، انت كذا، لكن هو راح يقدم استئناف، راح يقدم الادله نعم اللي تمشي على الاستئناف، لكن انا اقول لك يا باختصار، صدقني يا استاذ محمد نعم وهذا كلامي مسموع، الامور ماشيه خلاص، القرار واضح، 1+1=2، نعم حتى الاستئناف ما راح يقدر يسوي، زين الاستئناف ليش شو بعد يسوي؟ هذا البيان لازم اصدرته اليوم؟ ليش هذا التهديد باللجوء الى محكمة كاس؟ ليش كابتن؟ اذا صار احنا كلجنه انضباط لحد الان نعم شفناها حياديه واخذت القرارات 100%، نعم انا راح اعطيك امر، يعني ما اريد افتح مواضيع قديمه، لكن امر مضحك قسما، يعني ما صايره بتاريخ كل اللجان بالعالم. نعم انت هسه عقوبه هسه، انا مثلا فلان فريق اخر مباراه بالدوري يحرق الملعب، يتعاقب ولا ما يتعاقب؟ يتعاقب طبعا، عقوبة انضباطية، زين خلص الدوري شلون بالله؟ يتعاقب على السنة الجاية. صحيح. كان يجيني القرار يقول لك هاي والله العقوبة ما لديش السنة، ما تنطبق على السنة. هذا قرار مضحك كان. لكن احنا ما ظلينا نمشي وكذا، لكن إلى متى أنت تنظلم؟ نعم إلى متى أنت تنظلم؟ هذا قرار انضباطي يلغي الموسم اللي راح. طيب هل أسألكم فعلا بالله أي محامي استاذ طه، قاعد. يعني بس حتى استفيد من هذا الاتصال، هل فعلا انتم سحبتم شكوى ضد نادي القوة الجوية اللي لا ايضا حبيبي اكو يعني قرار، يقال انه ايضا ارتكب نفس الخطأ؟ شلون تسحب الشكوى اذا انت قرار لجنه انضباط وياك؟ يا اخي نعم ناس غشمه ما تعرف بالقوانين، اعلاميين على مستوى ما يعرف، يقول لك هذا القرار يمي قرار لجنه انضباط، طيب احنا قدمنا شكوى رسميه. سؤال وشلون طلع القرار اذا انا سحبت الشكوى؟ اذا لجنه الانضباط قررت وقرارها لا رجعه فيه، لماذا لم تضاف 3 نقاط الى رصيدكم؟ الان طلع انضافت 3 نقاط. الجدول ماكو، الى الان ما اضيفت. انت ما تمشي بالجدول، هسه واحد يسوي جدول يكتب 50 نقطة بفلان. لا بس الموقع مال دوري نجوم العراق، الموقع الرسمي ما ضاف اذا 3 نقاط شو عليه؟ لكم. عادي لا يضيف، عسى ما يصير 10 وغير كل شيء قانون. انا عندي قرار لجنة انضباط يمي، ايميل وصلني رسمي من الاتحاد باختصار العراقي لكرة باختصار القدم. اذا لغت العقوبة شنو الاجراءات اللي راح تسووها؟ ما يعني اذا لغت العقوبة اكيد راح ادافع عن فريقي. يعني نعم مرات انت من الناس تقبل غبن يصير في فريقك؟ هذا حقر شرعي. نعم اكو مخالفه لكن اكو حتى جماهير ويطعنون وكذا، انا ما سويت شيء، بالعكس انت لازم تفيد باداره نادي زاخو. يا اخي اداره نادي زاخو طبقت اللوائح والقوانين، لكن في هذا الزمن اذا انت تطبق لوائح راح تكون مو نعم خوش ولد، تكون نعم مو خوش انسان، مو خوش نعم اداره. نعم هاي مشكلتنا، صح ولا لا؟ صورة وضحت أستاذ طه، أنا أشكرك جزيل الشكر، اكيد أتمنى انت شوف الموفقية والنجاح. احنا مو سنه وسنتين وثلاثه غبن بحقنا، نعم اكيد اذا اكو غبن يعني بحقنا إن شاء الله وان شاء ماكو الله هذا غبن، الشيء ما إن شاء يصير. الله ماكو غبن، أنا أشكرك جزيل انا الشكر. اكون صريح وياك، نعم انا على عندي ثقه عجالة على بقراراتي، عجالة. نعم انا أستاذ طه عندي، اعذرني اخذ وقت، لكن انا نعم عندي ثقه بقرارات اللجان الحاليه. نعم أنا أشكرك جزيل الشكر مرة أخرى، تحياتي لك. أتمنى الموفقية والنجاح وأن تسير الأمور وفق ما تقتضي المصلحة العامة، يعني نحن لسنا مع زاخو ولا مع الشرطة، لكن احنا الآن نناقش قضية بدأت تزداد رقعتها شيئا فشيئا، وبالتالي نتمنى أن نجد الحلول الناجعة للخروج من هذه الأزمة التي أتمنى أن لا تقف حائلا في استمرار دوري نجوم العراق. مباشرة أخذكم أحبتي إلى الانتخابات التكميلية لإدارة نادي الدفاع الجوي التي عقدتها يوم أمس، إذ عقدت الهيئة العامة لنادي الدفاع الجوي الرياضي مساء الاثنين اجتماعها السنوي على قاعة منتجع زمزم في بغداد لمناقشة التقريرين الإداري والمالي لعام 2023 بحضور رئيس الهيئة الإدارية لنادي الدفاع الجوي الفريق الركن معن السعدي وممثلي اللجنة الأولمبية العراقية واللجنة المشرفة على الانتخابات بالإضافة إلى أعضاء الهيئة الإدارية والجمعية العمومية للنادي. الاجتماع بدأ بقراءة سورة الفاتحة إكراما لشهداء العراق الأبرار. من جانبه استعرض أمين سر النادي والأمين المالي التقارير الإدارية والمالية بعد أن تمت المصادقة عليهما بالإجماع من قبل عمومية النادي. وفي أجواء ديمقراطية وشفافية عالية تم إجراء الانتخابات التكميلية لأعضاء الهيئة الإدارية لنادي الدفاع الجوي الرياضي، واللي أسفرت عن فوز مثنى نبيل وبشار غالب بمنصب العضوين المكملين لإدارة النادي. وفي الختام أكد رئيس الهيئة الإدارية معن السعدي مواصلة دعمه لمسيرة فرق النادي للوصول للمكان الذي يأمل ويطمح به الجميع بأن يكون واحد من بين أهم الأندية العسكرية المتقدمة في الساحة الرياضية العراقية.
نبارك للعضوين الجديدين الانضمام إلى هذه الإدارة اللي أنا أطلق عليها الإدارة النموذجية لما أراه من تطور ملحوظ ومن مساهمات كبيرة في دعم فرق الرياض العسكرية وبالأخص في فرق الدفاع الجوي اللي بدأت الآن تتسيد أغلب الرياضات، وبالتالي أتمنى لهم الموفقية والنجاح. أيضا من الدفاع الجوي إلى نادي آليات الشرطة وهو واحد من الأندية العريقة الذي أجرى هو الآخر انتخابات جديدة في أجواء سادتها الشفافية والموضوعية وبإشراف اللجنة الأولمبية العراقية. جرت انتخابات الهيئة الإدارية لنادي آليات الشرطة بحضور أعضاء الجمعية العمومية للنادي، حيث تمت المصادقة أيضا على التقريرين المالي والإداري، وبعدها تم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية للنادي والتي أسفرت عن فوز اللواء بلاسم محمد حسن رئيس للهيئة الإدارية واللواء سعد محسن نائبا لرئيس النادي والمقدم مالك واثق أمين للسر النادي واللواء حسنين علي عضوا للإدارة والعميد محمد كريم هلال عضوا للإدارة قصي صبيح أمينا ماليا أحمد عباس عضوا للإدارة حيدر جاسم عضوا للإدارة صلاح علي عضوا للإدارة وأحمد سعد عضوا للإدارة. طبعا مبارك للهيئة الإدارية لنادي آليات الشرطة بعد أن قدمت الهيئة الإدارية السابقة المتمثلة باللواء الركن ماجد الموسوي الكثير من الإنجازات لهذه الفرق الرياضية لهذا النادي الذي يتمتع بسيرة كبيرة رياضية مفعمة بالإنجازات. أتمنى للإدارة الحالية الاستمرار بذات النهج وبالتأكيد سنكون أولا بأول مع جميع الفرق الرياضية على المستوى العسكري وعلى المستوى الآخر. نبقى في أجواء الرياضة العراقية ونذهب إلى إنجاز إداري جديد يتحقق للعراق في الاتحاد الدولي للفروسية، إذ باركت الأوساط الرياضية هذا اليوم خبر تسمية المجموعة السابعة للاتحاد الدولي للفروسية الحكم ومصمم المسلك الدولي الكابتن علي الدليمي عضوا في اللجنة الفنية للمجموعة السابعة، حيث تلقى العراق إشعارا رسميا بذلك. وتعتبر تسمية الدليمي مفخرة للعراق في تسمية أحد شخوصه الرياضية عضوا في الاتحاد الدولي للفروسية وبالتحديد في اللجنة الفنية. السيرة الذاتية للدليمي تتضمن رحلة طويلة مفعمة بالخبرة الدولية في ميدان الفروسية، وإن التسمية هي الأولى من نوعها للعراق في لجنة مهمة معنية بالإشراف والتطوير الفني لرياضة الفروسية في المنطقة السابعة. مبارك للأخ العزيز علي فالح الدليمي الشخصية الرياضية المعروفة الذي يتواصل بعطائه وخبرته لدعم هذه الرياضة رياضة الأجداد، وبالتالي هذا المنصب الرفيع يليق بالعراق ومكانة العراق. المجموعة السابعة للاتحاد الدولي هي المجموعة المسؤولة عن الفرق العربية في القارتين الآسيوية والأفريقية، ما معناه الدول العربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الدولي للفروسية هي مسؤولة عليها. المجموعة السابعة اللي يترأسها الأخ العزيز سامي الدهامي من المملكة العربية السعودية، وينضم طبعا لعضوية اللجنة الفنية الكابتن العزيز علي فالح الدليمي اللي أتمنى له الموفقية والنجاح في هذه المهمة الجديدة اللي يعتبرها مفخرة للعراقيين. مشاهدينا الأحبة، بعض التساؤلات وصلت للبرنامج بعد القرار اللي اتخذته إدارة نادي الكرخ بخروج ملعب نادي الكرخ من احتضانه لمنافسات دوري نجوم العراق، بعد أن كان هذا الملعب مسرحا لنادي الحدود ولنادي الكرخ. السبب إعادة تأهيلة وأيضا إعادة تربته. طبعا الخبر اللي عندنا ومن خلال متابعتنا أنه الراحل شرار حيدر يعني بعد وفاته اللي ما صار لها يعني كثير الله يرحمه برحمته الواسعة، يعني تم إعادة تأهيل أرضية ملعب الكرخ من خلال هذه اللقطات اللي نشوفها، وبالتالي الملعب جاهزا لاحتضان مباريات دوري نجوم العراق، وهو ما
يعني أخذ رخصة من اللجان الخاصة بموضوع تهيئة الملعب، لكن اليوم نتفاجئ أنه هذا الملعب من جديد تم الإيقاف وإعادة تأهيل تربته في الوقت اللي الآن انطلقت مباريات الدوري، يعني حتى الوقت غير مناسب لموضوع إيقافه وخروجه عن الخدمة، لأنه فترة التوقفات لم تبدأ وفترة الانتقالات الشتوية لم تبدأ، وبالتالي يعني باللغة العامية يعني هجوا لو نادي الحدود وهجوا لو نادي الكرخ، والآن الكرخ يلعب بالكوت والحدود الآن حاير ما بين الملاعب. لذلك اليوم كان اتصالنا بالسيد رئيس الهيئة الإدارية لنادي الحدود اللي أكد وقال سنذهب إلى ملعب الشعب لغرض اختياره مكانا لنا، وسنفسخ العقد مع نادي الكرخ، لأنه ما أعرف شنو السبب اللي خلى إدارة الكرخ ترجع مرت اللخ وتعيد استصلاح أرضيته، ما أعرف شنو الأسباب الحقيقية، لم يصدر بيان، وما أعرف يعني أكو مبالغ من المال تم رصدها لإعادة تأهيل هذه التربة، وباركنا باركنا لنادي الكرخ تأهيل هذا الملعب بالحلة اللي نطمح لها، لكن فترة قصيرة يتم إعادة تأهيل الملعب والإيقاف وزراعة البذور ومعرف إيش، يعني هاي يمكن عليها ألف علامة استفهام. لذلك يعني نرمي هذه التساؤلات في ملعب إدارة نادي الكرخ. طبعا رئيس الإدارة الكرخية لا يجاوب ولا يرد، وعايش ببرج يعني عاجي، واللي يوصل له يعني سعيد الحظ. لذلك يعني الآن يعني ما علينا، لأننا لا نعلم ما نفعل بقدر ما نريد أن نصل إلى كبد الحقيقة، لكن هذا الموضوع يعني نضع أمام أنظار الجميع، لماذا أوقفت إدارة نادي الكرخ العمل واحتضان ملعبها لمباريات دوري النجوم بداعي إعادة تأهيل الأرضية؟ يعني قبل فترة قصيرة بكل المقاييس ما ممكن، يعني الآن حتى الأجواء شتوية وجميلة، لا الأرض محترقة ولا الأرض بها شيء، فألف علامة استفهام أمام هذا الموضوع، ونترك يعني لأصحاب الشأن الرد. عيني رئيس نادي الكرخ خلت الهلا بينا أخونا وزميلنا، يعني من واحد يتواصل وياك ويريد يعرف شغلة، يعني أرجو أن تنزل شوية بايتين وتقعد حتى تسولف وتتواصل ويا الناس وتقولهم يا ترى هذا الموضوع، أما يعني ما أعرف بس إحنا ما نريد، يعني إحنا ترى بالمناسبة يعني من خلال زملائنا حاولوا يتواصلون ليعرفون يعني هذا الموضوع. ونشكر طبعا الأخ محمد إبراهيم عبودي الرجل المتواصل، الرجل الذي يعني حقيقة جهوده مشكورة ورائعة، لكن ما أعرف يعني إحنا ما نريد الحقيقة نوجه النقد بقدر ما إحنا نبحث عن المصلحة العامة ونبحث عن الحقيقة، لأن أكو مبالغ هائلة رصدت إلى تأهيل أرضية ملعب نادي الكرخ قبل فترة قصيرة جدا، لكن الآن وهي هاي الأرض الخصبة المناسبة هاي الأجواء، يعني ماكو واحد بالشتاء الآن يرجع يستصلح تربته وما أدري إيش. وهاي عموما هذا الموضوع خليناه أمام أهل الشأن وننتظر الرد إن شاء الله. مشاهدينا الأحبة، قبل الذهاب إلى ضيفي الكريم سنذهب لنتعرف على بعض التصريحات التي أجراها زميلنا محمد معا من داخل منافسات بطولة أندية العراق بالتايكواندو اللي احتضنتها مدينة السليمانية واللي توج بلقبها للمتقدمين الرجال نادي الشرطة والمتقدمات سيدات فريق غاز الشمال. نتابع هذه اللقاءات قبل الذهاب إلى ضيفي الكريم. احنا اليوم الحقيقة اليوم الثاني للمنافسات، اليوم تقام 4 أوزان للرجال و4 أوزان للنساء، وغدا ان شاء الله تستأنف باقي الأوزان ان شاء الله. وهذا النشاط يعتبر يعني خاتمة أنشطتنا الاتحاد العراقي للتايكواندو لموسم 2023، والحمد لله يعني اكو مستويات تبشر بخير ان شاء الله لضمها للمنتخبات الوطنيه للموسم القادم ان شاء الله. اول نزال الحمد لله اللاعب انسحبت بعد صعدت على النهائي، ان شاء الله هي بطوله تهيئه للتصفيات منتخب وطني،
وتهيئة البطولات اللي راح تقام إن شاء الله على السنة الجديدة 2024، وكذلك البطولة الدولية راح تصير في بغداد، بطولة بغداد أوبن. إن شاء الله هي أول مرة تقام في العراق مصنفة G1. إن شاء الله تكون هذه ببادرة خير ونتحضر لها إن شاء الله. شاركت في بطولة العراق للأندية العراقية لفئتي الرجال والنساء، طبعا كانت البطولة بالمستوى المطلوب، والأندية كانت سواء رجال أو نساء فهي في تقدم بالمستوى، ومثل هيك بطولات تعتبر مهمة لأنه هي يختار من عندها العنصر أو المنتخب الوطني بشكل كامل، وجميع اللاعبين بهذه البطولة هي استعدادات لبطولة بغداد الدولية اللي تعتبر هي كأول مرة تستضيفها العراق، وإن شاء الله نأمل أنه مثل هيك بطولات دولية أنه تكون كل سنة يستضيفها العراق، لأنه تضيف للعراق وللاعبين بشكل كامل. طبعا هاي البطولة حافز ودافع للاعبين على عشان المشاركة في البطولات الدولية. نزالاتنا حسب الوزن وحسب اللعب، الخصم اللي مقابلك لازم تدرسه تشوفه، لازم يكون تمرينك منتظم عشان تقدم شيء ممتاز في الساحة. شكرا لجميع المتحدثين، مع امنياتنا القلبية بالتقدم والازدهار لاتحاد التايكواندو. سادتي الأحبة، اليوم راح ناخذكم الى استعدادات اهل الطاوله للتصفيات المؤهله الى اولمبياد باريس 2024، بعدما سنتابع هذا التقرير اللي عد زيد السراج واللي يتحدث عن مواصله اعداد لاعبينا ولاعباتنا لغرض الدخول في غمار التاهيل الاولمبي. اليوم مشاهدينا الاحبه ارتئينا ان نقف للحديث عن الاتحاد العراقي لكرة الطاولة اللي نظم قبل أيام بطولة العراق في السليمانية واللي أحرز لقبها فريق نادي الجيش، أيضا كانت يعني بطولة رائعة بكل المقاييس، واليوم يستعد هذا الاتحاد لغرض الدفع بلاعبينا ولاعباتنا إن شاء الله نحو التأهل إلى الأولمبياد. يسعدنا أن نحاور في حلقة هذا اليوم ضيفنا الكريم، هو عضو المكتب التنفيذي ورئيس الاتحاد العراقي للطاولة، الأخ العزيز هرد رؤوف الذي ينضم معي من السليمانية عبر سكايب وعلى الهواء مباشرة. كابتن مرحبا بك ضيفا كريما في الشوط الثالث عبر الشرقية. مساء الخير أستاذ أحمد، تحياتي إليك ولستاف البرنامج وكل مشاهدين الشرقية عزيزة. أهلا وسهلا بك كابتن، سعداء بحضورك الكريم. سنذهب إلى هذا التقرير اللي عد زيد السراج وأعود للحوار مع ضيفي هرد رؤوف، نتابع هذا التقرير. يتواصل العمل داخل مركز الموهبة في جميع الألعاب ومنها كرة الطاولة، والتي حققت نجاحات لافتة بعد تقديمها للعديد من الأبطال. طبعا هذا المشروع الرياضي الكبير اللي هو مراكز الموهبة هو الرافد الأساسي للرياضة العراقية، لأن نرفد المنتخبات الوطنية باللاعبين واللاعبات على مستوى العربي والدولي، والحمد لله عندنا تجربة يعني صارت من 2012، حاليا أبرز اللاعبين واللاعبات في المنتخبات الوطنية في بغداد المحافظات هم من صفوة خريجين مركز الموهبة ركض الطاولة، والدليل قبل أيام اختتمت بطولة دوري الرجال والسيدات، جميع تقريبا أو 90% من الفرق المنضوية تحت الاتحاد هم من خريجين موهبة، وهذا يعني المشروع أنا أعتبره الرياضي الحقيقي، الرياضة اللي يرفد الأندية والمنتخبات. حاليا نحن بدينا هيكلة جديدة 2023 بالاعتماد على الفئات العمرية الصغيرة 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات، خرجنا رحلنا أبطال راحوا الأندية والاتحادات، وحاليا فتحنا فروع مدارس مراكز موهبة في النجف الأشرف والسماوة في بسماية، وإن شاء الله في شهر واحد في ذيقار والبقية تأتي. أصحاب المراكز الأولى وأبطال المنتخبات الوطنية تخرجوا من هذا المركز ويستعدون للاستحقاقات القادمة، أبرزها التصفيات المؤهلة إلى أولمبيات باريس. لعبنا بالدور العراقي الشهر الماضي انتهى، فوزنا بالمركز الأول، فزنا على نادي الجيش ونادي الصناعة ونادي غاز الجنوب، وتغلبت الحمد لله على أغلب محترفين الدوري،
والحمد لله حققنا المركز الاول وان شاء الله نطمح للافضل. طبعا اكيد انه اكو معسكر قبل هاي التصفيات المرشحه لاولمبياد باريس، وحيتم اختيار مجموعه لاعبين اللي يمثلون المنتخب بهاي البطوله. ان شاء الله يتم اختيار افضل لاعبين حتى يقدرون يمثلون اسم العراق بهاي البطوله. شنو طموحاتك بهاي التصفيات بصراحه؟ ان شاء الله اكون من ضمن المنتخب واقدر يعني ارفع اسم العراق بهاي البطوله. ان لمركز الموهبه دور كبير بالتعاون مع الاتحادات في صناعه الرياضيين من الاعمار الصغيره، مع تواجد مواهب عديده تطمح لتحقيق الانجازات. أنا اسمي مريم عباس، لاعبة الموهبة، واشكر المدربين اللي تعبوا علينا وان شاء الله نصير بطلة المنتخب. انا اللاعبة نبع علاء، اشكر المدربين اللي تعبوا علينا، اتمنى اصير بطلة العرب. لا زال مركز الموهبة في وزارة الشباب والرياضة ينهل بالأبطال على صعيد الأندية والمنتخبات، ومنها المركز الخاص بكرة الطاولة والذي يقدم المواهب خدمة للرياضة العراقية. من بغداد للشوط الثالث زيد السراج. شكرا زيد على هذا التقرير. أعود لأرحب مرة أخرى بضيفي الكريم السيد رئيس الاتحاد العراقي لكرة الطاولة الكابتن هردة رؤوف. كابتن هردة، مبارك لكم نجاحكم بتنظيم بطولة أندية العراق اللي جرت في السليمانية بمشاركة واسعة. يا ريت نتحدث عن هذه البطولة وما أسفرت من نتائج ومن مواهب قبل الذهاب إلى إعداد رياضيين للتصفيات الأولمبية. نعم سيد محمد، طال البطولة المصر بالسليمانية بطولة صار ذهاب وإياب. كل أسبوع الفريق يلعب ملعب الخصم. الحمد لله وشكر من سنة 80 دوري ذهاب وإياب كان ما موجود بالعراق، بس الحمد لله وشكر هاي سنة 23 قدرنا أن ننفذ دوري ذهاب وإياب، لأن من 80 هاي الدوري كان ملغي، كان دوري كله تجمعات وبالسنة تجمعين أو ثلاثة. هذا كان مو طموح اللاعبين، طموح اللاعبين على طول السنة يلعبون. قدرنا هالسنة الحمد لله وشكر مربع الذهبي نسوي طريقة الذهاب وإياب بين نادي السليمانية والجيش والصناعة والغاز الجنوب من مرحلتين، وهذا المهرجان النهائي كان يعني توزيع الجوائز، لأن كان دوري ذهاب وإياب انتهى قبل فترة، بس الحمد لله شكر هذا مراسيم سوينا للفرق الفائزة بحضور سيد الوزير والسيد نائب رئيس الجمهورية وأعضاء مكتب التنفيذي والمدراء عامون في وزارة. الصراحة يعني اللي استفادنا من الدوري الذهابي بانه دوري ذهابي ودور محترفين، قدرنا المحترفين ان يكون بالعراق ويا الانديه. قبل كان الدوري التجمعات المحترفين يجون يومين ثلاثة ايام يكملون مباراه ويرجعون، هسه لا، هسه قدرنا ان اللاعبين المحترفين يكون مع فريقهم يدربون مع فريقهم، هذا كان يدربوا اياهم حتى اللاعبين العراقيين يستفيدون من خبراتهم. هاي الحمد لله وشكر نجحنا به، وإن شاء الله وعدنا لكل الأندية السنة القادمة راح يصير عدد الأندية من 4 نسوي 8 إن شاء الله بإذن الله، حتى الدوري مالتنا يطول أكثر من 6 أشهر إن شاء الله. نعم طبعا أكيد نتمنى الموفقية والنجاح، لا سيما يعني أنا وياك بالتفقين أنه الطاولة تمتاز بقاعدة واسعة في العراق، وخصوصا في مدارسنا، في أنديتنا، في حاراتنا، في مناطقنا كرة الطاولة موجودة بكل بيت، وبالتالي هي شعبيتها يعني توازي شعبية كرة القدم وبقية الألعاب. كابتن هردة، يعني أريد نتحدث عن استعداد الاتحاد لغرض تدعيم لاعبينا ولاعباتنا لخوض التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد باريس، يعني ما هو دور الاتحاد في هذه الفترة؟ نعم محمد، احنا راح نصير تصفيات يوم 6/7/8/3 بعد ما محددين المكان. الاجتماع ان شاء الله الاسبوع القادم قطر يوم 6/7، اجتماع الجمعيه العموميه والاجتماع مكتب التنفيذي الاتحاد العربي واتحاد غرب اسيا يحددون اولا عن تصفيات اولمبياد او يحددون مكان وزمان بطوله الانديه العربيه. نعم. ان شاء الله احنا حاليا طبعا قعدنا مع المدربين ومع الكابتن حكمة جواد مدير المنتخبات والاتحاد، اختارنا اللاعبين 3 واللاعبات 3 يدخلون المعسكر التدريبيه
وان شاء الله امس هم اجتمعنا مع لجنه اولمبيه وطنيه عراقيه، لان تعرف اللجنه الاولمبيه تحمل كل نفقات المعسكرات والاعداد استعدادا من التصفيات. نعم. ان شاء الله احنا بدايه ورا العطله راس السنه راح نبدي بمعسكراتنا الداخليه والخارجيه، وفي ايام الاخيره من الايام الاخيره قبل التصفيات راح نختار اللاعبين يشاركوا التصفيات ولاعباتين يشاركون التصفيات. وان شاء الله املنا كبير باللاعبين، لان حضرتك تعرف احنا مستوانا بغرب اسيا من الفرق المتقدمه. صحيح. والبطل بغرب اسيا راح يمثل العراق في اولمبياد باريس، هذا كهدفنا وهمنا. شلون احنا والعدد الاعمار اللاعبين ترى ما يوصل معدل اعمارهم 23 سنه، يعني لاعبين شاب ان شاء الله املنا بهم، حتى اللاعبين ان شاء الله املنا بهم. نعم. تعرف من حضرتك كل باقي دول الخليج ودول بلاد الشام هم كلهم معسكرات وحاضرين لهي التصفيات المهمه ان شاء الله. نعم. استاذ هرده، المعسكرات راح تكون داخليه ام هناك معسكرات خارجيه لغرض تهيئه اللاعبين واللاعبات للمستوى اللي انتم تبحثون عنه، هو الوصول طبعا الى النهائيات الى الاولمبياد؟ طبعا عندنا بالبرنامج اللي مقدمين مدربين منتخباتنا الوطنيه، لان حضرتك تعرف عندنا 3 مدربين ايرانيين هم السنه الثانيه، كملنا السنه 23 وبنهايه الشهر 22 جبنا مدربين ايرانيين، هم يعني بين شغلهم الحمد لله والشكر اثناء البطولات الفئات العمريه وبطولة الدوري، يعني بين لمساتهم على الطاوله العراقيه. ان شاء الله املنا بمعسكرات داخليه والخارجيه. نعم. وتعرفون احنا نركز على ايران، لان ايران من دول المتقدمه بالكاس الطاوله، واخر بطوله الاسيات هم طلعوا ثالث على اسيا، فازوا على فريق الياباني ايران، يعني ايران يعني رقم ثقيل بالمنطقه. ان شاء الله احنا متفقين مع الاتحاد الايراني. نعم. بان المعسكر طويل الامد بالايران، وهم حاليا نفكر بالمصر هم كبطل افريقيا وبطل عرب، هم لان هذول ولا ايران ولا مصر مو معنا بالتصفيات، التصفيات اللي معنا دول الخليج وبدول بلاد الشام، احنا ان شاء الله مصرين بالمعسكر الداخلي والخارجي ان شاء الله. نعم. استاذ هرده، يعني طموحكم كم لاعب ان شاء الله من المؤمل ان يصل الى الاولمبياد؟ يعني هل في نيه الاتحاد ايصال اكبر عدد ممكن، لو احنا ملزمين بعدد معين من يضمن التاهل الى الاولمبياد؟ لا استاذ محمد، احنا هاي التصفيات الفردي، يعني بغرب اسيا يختارون لاعب، واللاعب الثاني الوصيف راح يدخل التصفيات الثانيه، ترى التصفيات الثانيه اصعب من التصفيات الاولى. لان اللاعبين اللي ما يصعدوا من جنوب اسيا امثال الصين وكوريا واليابان، اللاعبين راح والايران مثلا، هاي الدول المتقدمه، اللاعبين اللي ما يصعدون جماعتنا اللي يطلع مركز الثاني يدخل وياهم التصفيات الثانيه. انا اعتبر هاي التصفيات صعبه جدا على العراق وعلى كل دول المنطقه، خاصه الخليج والدول بلاد الشام، لان نعم. هذا صعب. احنا كل همنا التصفيات الاولى نصعد من نهائيات الاولمبياد ان شاء الله. نعم. هو احنا كنا نعرف استاذ هرده انه القاره الاسيويه هي اقوى من بطولات العالم، لان ابطال العالم هم من القاره الاسيويه، يعني الصين واليابان وكوريا. هذا حظنا. لا ان شاء الله قادرين احنا ان شاء الله. استاذ هرده، الان يعني كنا نعرف ان هناك ازمات ماليه، وبعد الامور والتغيرات اللي صارت وطرات في اللجنه الاولمبيه العراقيه، يعني هل ستؤثر على اعدادكم في الفتره المقبله، خصوصا تنتظر اتحاد الطاوله وبقيه الاتحادات الكثير من الاستحقاقات؟ الجانب المالي شو راح يتم معالجته كابتن هرده؟ والله تعرف استاذ محمد، كل الاتحادات الوطنيه يعانون بالميزانيتهم، يعني حضرتك تعرف اللي احنا هسه حاليا اللي ميزانيه اللي يصرفون الاتحادات الوطنيه 80% من ميزانيتنا 2016، يعني هذا اللي نحصل كل اتحاداتنا الوطنيه اللي حصلوا ميزانيات من وزاره الماليه 80% من ميزانيه 2016 16، يعني صار تغيير وصعود الاسعار بكل شيء كل الجوانب، بس الحمد لله والشكر. يعني اخر قبل فتره لجنه من وزاره الشباب ونسو الاولمبيه اعاده نظر بالميزانيه الاتحادات الوطنيه، واملنا كبير بفخامه الرئيس الوزراء وكداعم الرئيسي للرياضه العراقيه، ويعني السيد فخامه الرئيس الوزراء ما قصر ويا الرياضه، حضرتك تعرف الدعم للاتحادات
لتنظيم البطولات، دعم الاتحاد القدم. والله الدعم يعني بس للطوبة. بس للطوبة. هذا واقع حال. عملنا بيهم. عملنا نعم. بيهم إن شاء الله عم خدنا وعد من رئيس الوزراء بالفترة نعم. اللي كرم المعاقين ورا ما نعم. يرجعوا من أسياك. نعم. وعد بأن راح يصير تعديل على ميزانية الاتحادات الوطنية. إن شاء طيب. الله عملنا به. والحمد لله وشكر يعني عندنا مساعدات من وزارة الشباب، عندنا مساعدات من الأولمبية يعني، بس كتقول هذا طموح الاتحادات الوطنية. نعم حضرتك أول ما تسلمت سدة رئاسة الاتحاد كان طموحك هو العمل لتشييد مركز تدريبي لاتحاد الطاولة أسوة ببقية الاتحادات العربية والآسيوية. يعني كنا نعرف أن الاتحادات في كل دول الجوار والدول العربية لديها مركز تدريبي تأهيلي إلا العراق. هذا الموضوع ما زال قيد الإنشاء، هل أنتم ساعين لإنجاز هذا الموضوع؟ لأنه أنا أجده من الضروريات الحتمية أستاذ هردة. لا أستاذ محمد، إحنا باشرنا من سنة 22 باشرنا بالفتح مدارس، عندنا مدرسة بالناصرية، نعم. المدرسة عندنا بالنجف، وعندنا مدرسة بالبغداد الرصافة، وعندنا مدرسة بالبغداد الكرم، نعم. وفتحنا مدرسة خاص بالنشاط النسوي، وفتحنا مدرسة بسليماني، وفتحنا مدرسة بأربيل، وطموحنا أن نفتح المدارس أكثر وأكثر من المحافظات الباقية، والمدربين خصصناهم كل مثلا خصصنا مدرب الإيراني بغداد، خصصنا مدرب الإيراني بالنجف، جميل. خصصنا مدرب الإيراني بالناصرية، ومدرب الإيراني عندنا بسليماني، والاتحاد الفرعي مشكورا الاتحاد الفرعي بأربيل، مشكورا الاتحاد على نفقة الرئيس الاتحاد شخصيا جابوا مدرب إيراني لمدرسة أربيل. إحنا إن شاء الله سنة 24 إذا صار تعديل على ميزانتنا راح نفتح مدارس باقي المحافظات، لأن حضرتك تعرف كنس الطاولة اللعبة الشعبية بالعراق، وبمجال يعني أنا بصراحة هاي المدارس سوينا المدارس البطولات المدارس نعم. شفنا يعني الحمد لله وشكر خلي أقدر أقول لك مستقبل الطاولة العراقية بخير إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ هردة، مركز الموهبة التابع للوزارة دي يضم العديد من المواهب، وهذا التقرير اللي شفته حضرتك يعني كان فريق عمل الشوط الثالث وزميلنا زيد السراج كان حاضر والتقى بعدد كبير من المواهب. كيف يتم التعامل ما بين الاتحاد العراقي للطاولة وما بين مركز الموهبة؟ هل استفدتم من هذا المركز كابتن؟ أستاذ محمد خلي أقول لك أبشرك، بس الاتحاد الطاولة ويا المركز عندنا علاقة قوية جدا جدا. يعني ليش بس انتو ايش معنى؟ لا لا أنا بالنسبة لي أحكي لك اتحادي. أه. أنا بالنسبة لاتحاد الطاولة مع مدرسة الموهوبين تيم واحد نشتغل. يعني اللي تشوف هاي شفت التجهيزات بالمركز التدريبي، الطاولات أرضية يعني هاي أرضية يعني حضرتك جديد جبنا العراق أرضية الطاولة الحمراء، والطاولات الجديدة كلها من موديل 22-23 اللي على لعبوا بطولة عالم. هاي كلها تجهيزات من الاتحاد العراقي، وكل أنا جهزت المركز الموهوب للاتحاد العراقي جهزه المركز الموهوبين من تجهيزات من الاتحاد العراقي. نعم. لأن إحنا نعتبر هذا مصنع للاتحاد العراقي. يعني هذا صراحة دائما أقول حتى كل لقاءاتي ويا الوزارة نعم. أنا أعتبر هذا مركز الموهبة مصنع لصنع اللاعبين واللاعبات للاتحاد العراقي. والأخير إن شاء الله هاي اللي شفته بالبطولة الدوري العراق أكثر لاعبين واللاعبات خريجين لهاي المدرسة. طيب. وإحنا بصراحة حكمة جواد وستاف معه احنا يعني نقدره هاي جهود ان شاء الله، ودائما تعرف حضرتك حكمة جواد واحد من رموز الطاولة العراقية. نعم استاذ هردة، المناصب اللي نحصل عليها في اتحادات غرب اسيا هل يتم استثمارها لصالح الطاولة العراقية؟ عندنا الاخ عباس وحيد ويمكن نعم. حضرتك ايضا في الاتحاد العربي نعم. في الاتحاد، يعني يا ريت نتعرف على الفائدة اللي دنجنيها. نعم اولا احنا عباس بصراحه اخ عباس هو عنده دور كبير وعنده ثقل بالاتحاد غرب اسيا، وقدرنا حتى هالسنه نظمنا بطوله غرب اسيا في عراق في محافظه سليمانيه، وناوي ان شاء الله موسم السنه القادمه راح نسوي بطوله انديه غرب اسيا او بطوله ناشئين غرب اسيا في بغداد الحبيبه. هذا من برنامجنا ان شاء الله بالقطر راح نقرر عليه،
وعباس بصراحة يعني عنده دور كبير. وبالنسبة للاتحاد العربي حضرتك تعرف أنا هم نائب رئيس الاتحاد العربي. نعم. قدمنا جميع البطولة العربية كافة فئات سليمانية وشهادة الاتحاد العربي وشهادة الدول المشاركة واللي حضر به السيد وزير الشباب والرئيس الجوان نائب رئيس الجوان بي وكاتب مثال عفوا نائب رئيس الجوان نائب الأول أستاذ عقيل مفتن كان موجود بروسايد الاتحادات الآسيوية والعربية كلهم موجودين شجرهم بالدور العراق وعراق صراحة يعني نظمنا البطولة من أجمل البطولات في نعم. تاريخ البطولة العربية شهادة طبعا يعني وجودنا بالاتحاد العربي اتحاد غرب آسيا وعندنا بعد أستاذ عماد ناصر قد منصب مدير التنفيذي باتحاد غرب آسيا والحمد لله والشكر يعني قدرنا عن حصل دعم حتى دعم من الاتحاد العربي دعم تجهيزات للاتحاد العراقي. نعم نعم أنا أتمنى لك الموفقية أستاذ هردة وأشكرك لحضورك الكريم معي في هذه الحلقة وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق جميع رياضيين ورياضياتنا في الوصول إلى الأولمبياد. اليوم كان محورنا اتحاد الطاولة. أكرر شكري وامتناني إلى الأخ العزيز هردة رؤوف رئيس الاتحاد العراقي لكرة الطاولة ويعني أصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة اللي آمل أن نالت رضاكم واللي الحقيقة تجولنا في أروقة الرياضة العراقية واستطلعنا آخر المتابعات والمستجدات. أنقل لكم تحيا جميع زملائي اللي كانوا معي في هذه الحلقة من استوديو البث والكنترول ومن المخرج المبدع علي باقر ومني أنا محدثكم محمد إبراهيم الناصر على أمل اللقاء بكم بإذنه تعالى يوم غد وحلقة جديدة من حلقات الشوط الثالث حيث نضعكم في قلب الحدث الرياضي أولا بأول عبر الشرقية. إلى يوم غد أقول لكم في ملأ.